فوتوغرافيا في حب طيبة. مصور الفراعنة وهو صاحب أول استوديو تصوير في الأقصر هو المصور الإيطالي أنطونيو بياتو. أنطونيو بياتو له صور فوتوغرافية يتجاوز عمرها 150 عام، والتقط الصور خلال عمله في الأقصر في الفترة من عام 1862 إلى عام 1905 وهي سنة وفاته. والصور من مقتنيات عائلة الباحث المصري والمتخصص في تاريخ الفوتوغرافيا فرانسيس أمين. والجدير بالذكر أن الإيطالي أنطونيو بياتو الذي ولد في مدينة البندقية هو أول مصور أجنبي يقيم في الأقصر، وهو أيضا صاحب أول استوديو تصوير في مدينة الأقصر وصعيد مصر، وذلك خلال فترة الطباعة بنظام الألبومينا. فالمصور أنطونيو بياتو ينتمي لعائلة إيطالية اشتهرت ببراعة أفرادها في التصوير. وخلال عمله في مصر تتلمذ على يده بعض المصورين مثل عبد الله قديس الذي كان أول مصور مصري يوثق أثار مصر ومعالمها قبل أكثر من 100 عام. وتفرد أنطونيو بياتو بتصوير الأثار والمعالم المصرية القديمة قبل أن تطأها أقدام الأثريين وعلماء المصريات، وقد أطلق عليه لذلك لقب مصور الفراعنة. وباتت صور أنطونيو بياتو بمثابة وثائق مهمة لكل دارس لحضارة الفراعنة، ومصدرا أساسيا في التوثيق وعلم الفهرسة والأرشيف، وأيضا هي مصدر لا غنى عنه في دراسة الآثار المصرية القديمة وترميمها، حيث لم يخلد أحد آثار مصر العليا كما خلدها أنطونيو بياتو بفضوله الثقافي ومهارته كمصور عظيم.